عبلة كامل ترد على منى زكي بعد فيلم أصحاب الأعز. طلاق منى زكي يتصدر بحث جوجل بعد عرض فيلم مثير للجدل. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو متعاطف مع منى زكي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع منى زكي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. عبلة كامل ترد على منى زكي بعد فيلم أصحاب الأعز. رغم عدم صحة الخبر، تصدرت كلمة طلاق منى زكي كلمة البحث عن الفنانة منى زكي على جوجل، وبحث الجمهور حول طلاق منى زكي بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب الأعز وظهورها في مشهد تخلع ملابسها الداخلية، وهو ما أزعج محبيها كثيرا وفقا لموقع في الفن. كما بحث الجمهور أيضا على فيلم أصحاب الأعز وفيلم منى زكي الجديد على نتفليكس لمشاهدة الفيلم الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية. كما بحث الجمهور أيضا عن فيلم أصحاب الأعز كامل وفيلم منى زكي الجديد على نتفليكس لمشاهدة الفيلم. وتعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها أصحاب الأعز الذي طرح على أحد منصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية وظهورها بجرأة غير معهودة عليها. وعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بالإباحية. كما قام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم أصحاب الأعز، وقال: فيلم أصحاب الأعز معادي القيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم، فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غربية تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية. فيلم أصحاب الأعز تدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء. طلاق منى زكي يتصدر بحث جوجل بعد عرض فيلم مثير للجدل. خرجت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها لترد على الضجة الكبيرة التي حصلت بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب الأعز، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المنشورات التي نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص تطبيق تبادل الصور انستغرام. وقامت زكي بنشر تعليق من إحدى المتابعات التي أيدت ودافعت عن الفيلم وقالت فيه: لا أفهم سر الضجة الأخلاقية المثارة حول الفيلم وحول دور منى زكي، لا يمكن تحميل الفيلم أكثر مما يحتمل، غريب الآراء التي أقرأها التي تروج لقيم سلبية، الفيلم يرصد نماذج موجودة في الواقع، لو مش عاجبك هات بنزين واحرق أغلب تراثنا السينمائي، ولا تنسى إلغاء اشتراكك في نتفليكس. وأضيف بالمنشورة: لو تم دعوة كل الإعلاميين الشامتين في منى زكي للقاء صحفي أو اتصلوا بها لأخذ تصريحات منها ويقولون أن الفيلم جميل وأن أداها فيه كان هائل وأنهم فقط يريدون منها أن ترد على الآراء المغرضة، لتقوم منى زكي بعد ذلك بشكرها لصاحبة هذا المنشور لرأيها الصريح بالفيلم. عاصفة انتقادات ضد فيلم منى زكي بسبب المثلية وتامر حبيب أحكام أخلاقية تصل للإهانة. أثار عرض فيلم أصحاب الأعز على منصة نتفليكس عاصفة من الانتقادات بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، كما تعرضت إحدى بطلات الفيلم إلى هجوم عنيف بسبب الألفاظ والمشاهد الجريئة. ودافع السيناريست تامر حبيب عن فيلم أصحاب الأعز وكتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: يا سادة يا كرام، من حقك تشوف فيلم وتحبه، ومن حقك تشوف فيلم وما تحبوش، ومن حق صناع الأفلام أن يكون عندهم مطلق الحرية في تقديم أي أفكار هم مختارين يقدموها، ما هيش خناقة ولا العظيم ولا الفنان ولا المتلقي، من حقه يعين نفسه قيم على المجتمع ولا يجزم على مجتمع متقدم في فيلم استفز انه ده مش مجتمعه، ولا يحكم على صناع الفيلم اللي مش عاجبه احكام اخلاقية قاسية تصل الى السب والاهانة، لان الفنانين هو اللي بيهينهم دول ممكن يكونوا احسن منه ومن اللي خلفوه، لانه لو شتموا سب يبقى اللي خلفوه ما عرفوش يربوه. منى زكي تتعرض لانتقادات حادة بسبب الفاظ اباحية في اصحاب الأعز. تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضها فيلمها أصحاب الأعز
الذي طرح حمزة على أحد منصات إلكترونية متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية وظهورها بجرأة غير معهودة عليها. وتصدر هاشتاج أصحاب ولا عزة محركة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي. وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بالإباحية، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمول على طاولة العشاء بشرط أن تكون كل الرسائل والمكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه. بعد انتقادات المثلية الجنسية بأصحاب ولا عزة، نجوم الفن يوجهون الرسائل إلى منى زكية. كشف عدد كبير من نجوم الفن آرائهم في فيلم أصحاب ولا عزة الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية ونال عاصفة من الانتقادات بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس. كما تعرضت إحدى بطلات الفيلم ونشرت الفنان إيمان العاصي بوستر فيلم أصحاب ولا عزة عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمية بموقع الصور والفيديو إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: فيلم حلو جدا. بينما كتبت الفنانة عائشة بن أحمد انشورا عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستغرام قائلة: مبروك عزيزتي منى زكي، فعلا استمتعت بالفيلم. ودافع السيناريست تامر حبيب عن منى زكي وفيلمها أصحاب ولا عزة، وقال في منشور عبر حساب موقع فيسبوك: يا سادة يا كرام، من حقك تشوف فيلم وتحبه، ومن حقك تشوف فيلم وما تحبوش، ومن حق صناع الأفلام إنه يكون عندهم مطلق الحرية في تقديم أي أفكار هم مختارين يقدموها. ما هيش خناقة ولا العظيم ولا الفنان ولا المتلقي، من حقه يعين نفسه قيم على المجتمع ولا يجزم على مجتمع متقدم في فيلم استفزه إنه ده مش مجتمعه. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب قبول منى زكي بهذا الفيلم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.